العالم. وإذا قرنا هذا المعنى بكون الإسلام أمة، يتضح لنا أن تفسير النص الديني مرتبط بسياسة الدنيا بحيث تتطابق مع النصوص. والحقيقة الدينية إذن جماعية، حقيقة أمة، ولهذا يستحيل التجديد إلا انشقاقا وعنفا، وذلك ما تثبته التجربة التاريخية. وفي هذا ما قد يضيء كيف أن الإسلام يتمحور عمليا على السياسة بدلا من أن يتمحور على الثقافة بمعناها الإبداعي الحضاري الشامل. ومن المفيد هنا أن نعود إلى الاستضاءة بالأصل اللغوي لكلمة تجديد وإحداث، فقد جاء في لسان العرب فيما يتعلق بالتجديد أن الجديد هو ما لا عهد لك به، وجاء فيما يتعلق بالحداثة أن الحديث نقيض القديم، وأن الحدوث هو كون شيء لم يكن. فالتجديد إجمالا عام، والحديث خاص يرتبط أساسا بالدين. هكذا يقال كما جاء في لسان العرب: إن محدثات الأمور هي ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها. وفي الحديث النبوي: إياكم ومحدثات الأمور، وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. وفي الحديث أيضا: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. استطرادا: يسمى الزنا إحداثا، أحدث الرجل زنا وأحدثت المرأة زنت، وهذا ما يشير إلى أن الإحداث لا ينحصر في المجال الديني الخالص، وإنما يشمل المجتمع أخلاقا وثقافة وسياسة. التجديد والإحداث هما إذن نقيض للدين. أما شعريا فإن الشعر يكون تجديدا وإحداثا أو لا يكون شيئا. الشعر والحقيقة الشعرية يتناقضان كليا على هذا المستوى مع الدين ومع الحقيقة الدينية. فالحقيقة في الشعر غير ثابتة وغير نهائية وغير واضحة، والشعر بهذا المعنى خارج الحقيقة الدينية وخارج حدودها، وهي إلى ذلك شخصية غير عامة أو غير مشتركة بالضرورة، ولا شيء يبقى في الحقيقة الشعرية كما كان. فالإبداع الشعري قطيعة متواصلة، أو هو تواصل دائم في قطيعة دائمة، ذلك أن زمن الشعر غير زمن الدين. الأول زمن التغير والصيرورة، والثاني زمن الأبدية واللا تغير. الدين جواب والشعر سؤال، فلا يمكن الدين أن يكون مرجعية بهذا المعنى للشعر. على العكس، اللغة الشعرية حوار بين ما يرى وما لا يرى، واللامرئي الغيبي موضوع تساؤل وشك بالنسبة إلى الشعر، لا موضوع إيمان وتسليم. ولهذا نرى أن الحقيقة الشعرية تلتمس في المجهول واللامعقول على النقيض من الحقيقة الدينية. وعلى الرغم من إنكار الوحي للحقيقة الشعرية وتحويله هوية الشعر من كونه حدسا أو استبصارا يكتشف الحقيقة أو كلاما أولا وسيدا، إلى كونه مجرد أداة لخدمة الدين أو لنشر الحقيقة الإسلامية كما أشرت، فقد استمر الشعر مزدهرا. فكيف نفسر هذا الازدهار إلى جانب ازدهار الفنون أخرى إضافة إلى الفلسفة والعلوم؟ والجواب أن الإبداع في مختلف جوانبه وتجلياته كان حركة زياح أو انحراف عن النص الديني، وما نسميه بالحضارة أو الثقافة العربية كان في معظمه وفي ذرواته العليا وليد الصراع مع النص الديني.
وهو صراع بدأ تأويلا للنص وانتهى ابتعادا عنه، وتلك هي ثورة الإحداث الثقافي أو التجديد الذي بدأ مع نشوء الدولة الأموية في السنة 661 أو 41 هجرية، أي بعد مرور حوالي 30 سنة على تأسيس نظام الخلافة الراشدي الأول الذي كان قد بدأ في السنة 11 للهجرة وانتهى بسقوط بغداد في السنة 1258، وهي إذن ثورة استمرت حوالي 6 قرون. وبدءا من سقوط بغداد انهارت الهوية السياسية الثقافية في المجتمع العربي الإسلامي، فأخذ المسلمون في ضياعهم وحيرتهم يلوزون بالهوية الدينية، ودعم هذا اللجوء إلى الدين الإسلامي الانحطاط الثقافي والتفكك الاجتماعي والهيمنة الخارجية، بدءا من الهيمنة العثمانية التي دامت حوالي 400 سنة، وهي هيمنة أنهاها الاستعمار الغربي الذي لا يزال متواصلا حتى الآن بشكل أو آخر، قليلا أو كثيرا. والانهيار إذن لا يزال متواصلا، واللجوء إلى الدين لا يزال هو الآخر متواصلا. أطرح هنا سؤالا أخيرا لكي أبرز التناقض في شكله الأقصى بين الحقيقة الدينية والحقيقة الشعرية، ولكي أوضح كيف أن الوحي الإسلامي والوحي الشعري نقيضان لا يلتقيان. السؤال هو التالي: هل للآخر مكان في الحقيقة الدينية الإسلامية، والآخر نوعان، آخر داخل الإسلام وينتمي إليه وآخر خارجه؟ ونعرف الجواب جميعا. من الناحية الأولى، هناك مسلمون يكفرون مسلمين آخرين باسم الإسلام، فلا مكان لبعض المسلمين داخل الإسلام ذاته. ومن الناحية الثانية، لا مكان للآخر في الإسلام إلا بوصفه من أهل الذمة، أي بوصفه أقل حقوقا من المسلم، أو بوصفه إنسانا من الدرجة الثانية. ويبدو الإسلام في الحالتين أقرب إلى أن يكون مجرد نظام سياسي مغلق وتقصي أكثر مما هو نظام معرفي روحي. نصوغ هذا السؤال نفسه بشكل آخر، هو التالي: هل للآخر مكان في الشعر العربي؟ والجواب نعم، الآخر أيا كان جزء من الذاتية الشعرية العربية، بوصف الشعر هجرة دائمة في اللغة وبها في اتجاه المجهول، أي في اتجاه الآخر. فالغريب في الشعر قريب، والآخر هو في الشعر الذات، فالوجود في الشعر هو جوهريا وجود مع، وجود معية، والوحدة في الشعر هي نفسها وحدة معية. هكذا أخلص إلى القول إن الحقيقة في الشعر تكتشف وتعاش في معزل كامل عن الوحي الديني، وهو ما يمكن قوله فيما يتعلق بالفنون الأخرى أو بالفلسفة والعلم، فهناك على صعيد المنهج والمقاربة وطرق التعبير انفصال كامل بين الديني من جهة والشعري من جهة ثانية. والحق تاريخيا أن الشعر في الحياة العربية الإسلامية بقي كما أشرت إلى جانب الدين، فكان يتعايشان كمثل خطين متوازيين متناقضين، ولا يزالان حتى يومنا يعيشان في الحالة ذاتها. وينبغي القول هنا إن هذا التناقض الثقافي الحياتي بين الوحي الديني والشعر يرتبط بالتحولات الأولى التي عرفتها حياة المسلمين بدءا من وفاة النبي وتأسيس دولة الخلافة تبعا لمقتضيات لا حضور فيها للوحي إلا تأويلا واجتهادا في نظر وعمل إنسانيين
لإيجاد مطابقة بين الوحي والحياة. وفي هذا الإطار